أصيل خويا العزيز، خويا أصيل، مرحبا بك خويا من جو هاي جديد. اليوم نديرو حلقة كيما نقولو، نحكيو فيها على تكملة على الحلقة الأولى اللي درناها. هاي كون أنت جربت كيما نقولو آسيا، وبالتحديد كيف راك في كوريا الجنوبية دركا. حاول تقلب الكاميرا هاك باش تجي كيما نقولو كيما أنا، حاول تقلبها كيما نقولو هاك باش تبان مليح. هاك هاك، تسمى نحطو فيديو بربشة في اليوتيوب. حكينا ما شاء الله. كوريا، حكيت لنا على الدخلة. بون، احنا في حكايتكم ما حكيناش على حكايتكم بالديتاي، حكينا على التجربة كيما نقولوا جلوبال مو، كيما نقولوا من فوق لفوق. اليوم برب شاء حاب تحكي لي حاجة واحدة اخويا، بالناس نصايح كيف الناس تروح لكوريا، الطريقة السهلة هذوك حاليا في 2024 باش يروحوا لكوريا، كيفاش يعديوا المطار، كيف يقدروا يشازوا المطار، هذيك المرحلة الصعيبة هذيك باش يدخلوا كوريا. خطر ما على بالي بني المطار، بزاف ناس رجعوا من رواسة هم نعرفهم من يرجعوا هنا يمشيوا ويبقوا ايه؟ يرجعوها، حتى رواسة ما هم رجعوها. يرجعوا بزاف، هم يرجعوا بزاف ايه. اه، وتحكي لنا اخويا على كي تحط رجلك في كوريا، واش لازم تدير حاليا واش لازم تدير كيما نقولوا كي تدخل جديد لكوريا، تعيط لواحد ولا ما تعرفش الناس واش لازم تدير. وتحكي لنا اخويا كيما نقولوا بالمختصر المفيد التجربة هذه، واش تنصح بها خاوتنا في الاخر يجيو ولا ما يجيوش لكوريا. طيب هذا واش حاب نسمع منك في الحلقة هذه ان شاء الله. انت روحنا معليش واحدة معليش واحدة، معليش بدانا بالطريقة السهلة، به واحد يطلع الكورة في 2024. شوف، الطريقة السهلة 2024 هي فيزا سياحة. فيزا سياحة ضرب في الوقت الحالي عاد فيها الروفي، تبدل الحوايج بزاف من رمضان 2024 وارواح تبدل على بالك، ولات بالرونديفو، ولا عاد فيها الروفي. بكري كانوا ما يمدوش الروفي، بدات تتزير بشوي بشوي. احنا بكري كانوا يعطيونا شهر، 3 اشهر، ومن بعد ولاو نقصوا، عادوا يعطيونا 15 يوم في 3 اشهر. في 2024 20 كاينين جماعة طلعوا نعرفهم أنا شخصيا، عطاوهم 10 أيام وعاد تقليلة بالبزاف. ودرك حاليا ولات بالرونديفو وعاد فيها الروفي. جامي سمعنا باللي قارة آسيا تمد الروفي، سواء اليابان ولا الصين ولا كوريا. كوريا دوك عاد تمد الروفي بزاف. دوك نقول لك علاه، باسكو لقاو نسبة كبيرة تاع 95% من الناس اللي تجي هنا لكوريا، سواء سياحة والله علاج والله دراسة والله انفيتاسيون، فهم، دعوة. 95% ما يروحوش، يقعدوا هنا في كوريا. علاه يقعد هنا في كوريا؟ باسكو فيها لا مود في طالع بزاف، الخدمة الصالير والدراهم. 5% هذيك هي اللي راهي تروح. بارك هذا ما كان 5% دي كيما نقولوا من الناس اللي قليله، خا نادر غالي عنده دراهم لبس بيك شو واحد لبس بيه يجي لا، يروح. يجيو 5% هذه يجيو اللي يقراو، فهمت؟ كيما انا البارح بعد، انا عرفت طفله هنا جات قرا 6 اشهر، وصلتها بنفسي انا البارح المطار، راحت روحت. وحاله نادره، حاله نادره بالبزاف والله. يجي يداوي، فهمت؟ نعرف ثاني يجي 3 اشخاص ولا 4، يجي هنا يداوي ويعاود يولي يروح. وبصح مداير في البروغرام باللي يعاود يولي يرجع. سمعتها ما فيهاش على بالي. ويعني تقدر تقول لنا عليها الطفلة هذه قد يسد تروح، يعني كما قلت الناس ما يروحوش عليها حتى الطفلة هذه تسد تروح. الطفلة هذه باسكو عندها خدمة في الجزائر قاعدة تستنى فيها. اه عندها اجون، فهمت. عندهم اجونس توريستيك تما في الجزائر، وتسمى ناس لاباس بهم، عجبتها، كانت متردة في المرواح، فهمت؟ كانت متردة، كانت شاتية تقعد حتى اللي تقدر تقول السمانة الأخرى هكذا بهذي سيدات باللي تروح. جات قرات 6 أشهر، دارت فيها لغة، ما دارش تخصص والله، دارت غير لغة. سلكت من الجزائر، سلكت واحد الـ50 مليون تاع السيمستر الأ والدو، باسكو هنايا القراية بـ3 أشهر تسلك. سلكت 2 سيمستر هي، وسلكت ثاني 6 أشهر تاعها تاع الكرا وجات. تما هذه تاكل على صواردها، ومع جات ومن ولادها بعد أربع شهور تجربة قالت لك قالت العام لها الجاي. ايه قالت لك العام الجاي، ما دامني صغيرة شوية العام الجاي قالت لك نعاود نرجع ان شاء الله. ها. وبالنسبة لي بارزيت نقولوا مش حاصلين على الفيزا، داو فيزا توريستيك أعطاوهم فيزا توريستيك، حنا نفرضوا واحد أعطاوه، شوف واش لازم يدير باه يفيت المطار، بقى المطار هو الصح. شوف، المطار كاينه بيريود اللي يكون فيها مزير بالبزاف، كيما الايامات هذه كاينين زوج جاو داخلين في شهر اوت، هذا السمانه الاولى 8 اوت والله، جاو داخلين رجعوهم.
20 اوت اليوم رانا كاذين 20 اوت نعرف 16 واحد جاو داخلين مع بعضهم تلاقاو في التركيه في الترك رجعوهم في 16. كوريا تقدر تقول دخول في المطار اللي يجي على ربي ياه ظهر 20% يفوت 80% يرجعوه. وكاينين هكذا دي بيريود حنا نعرفوهم دي بيريود هذو ونعرفو المطارات اللي مزايرين. اخويا اصيل الاسباب عليها بس عندك واحد عنده فيزا توريستيك مكاشفه في باسبور وكلش ريقلو عليها حتى يرجعوها اسكو دراهم يخلصوا دراهم. هما ما عندهمش الفيزا هما ما عندهمش الفيزا في الباسبور هما عندهم فيزا اونلاين. اها يرجعوا هيه يرجعوا يدير معاه تحقيق كبير. نحكي لك حكايه على واحد كان جاي لعندي بعد مالا وينك وصيت واحد بقطعتك مالا وين كاشيو لكم الفيزا مالا كي تدخل المطار وين كاشيو لك في الباسبور ولا وين ما فهمتش انا. هو كي دير الفيزا يعطيوها لك اونلاين يبعثوها لك في الايميل فهمت. تحب تمبريميها تمبريميها من بعد كي تدخل هنا فوتو تسكاني الباسبور تاعك تطلع له هي في السيستم باسكو يمديك لاريا ما تمجش هنا الفيزا ولا ولي فيهم كيما نقولوا يدخلوا كيف نفس قانوني يدخلوا فيزا اونلاين يضرب يلقاه بني عنده فيزا صحيحه بصح يرجعوا تنفح له يرجعوا يرجعوا لاش تيكون عنده لاش تيعدوا عندنا يولي كيما نقولوا حنايا نسيستي عليه اعطيني يقول له اعطيني ريزرفاسيون كونفيرمي تاع لوتيل اعطيني بيد روتور اعطيني البلون تاعك تاع الفواياج باسكو توريستيك اعطيني البلون دو فواياج تاعك مثلا راح تقعد خمس ايام وراح تروح في الخمس ايام هذو لي زاكتيفيتي ويزيد يسقسيك شما تعرف واحد في كوريا شما عندك كونتاكت كيما هذا السيد هذا وصيته قلت له امحي الرقم الكوري من تليفونك ما تخليش التليفون تاعك فيه رقم كوري باسكو كان يكونتاكتيني في الواتساب الرقم الكوري ودخل لي ما لقاو عنده والو الاخر سقساوه قالوا له كش ما تعرف شخص هنا في كوريا قال لهم لا ما نعرفش نحاولوا التليفون قلبوه جبدوا له مكالمات الاخرين في الواتساب قالوا له ها هو الرقم تاع الكوري قلت لنا ما نعرف حتى واحد وهنا لقينا عندك رقم وقت كونتاكتي فيه رجعوه بالسبة هذه تما غير يحكم عليك حد تما قلتي وصيتيه وما نحاش نامرو والله ما نحاه هو شغل حطها بلعبة والسيد هذا راه في عمره 53 عام بقاو مركزين عليه بالبزاف باسكو لقاو باللي احصائيات كبيرة الناس اللي تدخل ماهيش تخرج وهنا عندهم الحراقة جلال خويا على يعني بالي درت مع واحد درت مع واحد صحيبي تماك معاك في كوريا وحكى لي على الحراقه اللي بزاف الحراقه حراقه بزاف ديجا هذو اليومين 28 و29 اوت هذو راهي تحركت ليميغريشن بشي غير طبيعي نعرف انا جماعه هزوهم الطريق يوصلت والو اعطيني الاي دي كارد كارت يستناه توالى سوبيرات يجي خارج اعطيني الاي دي كارت مع العشيه يجيو للبيروات تاع الخدمه فهمت يهزوهم الطريق باسكو راهم هنايا عندهم نسبه تحرقه كبيره وخرجوا قوانين دوك جديده اللي يحكموه حارق راهو يسلك بروسي كبير مش صغير. ثم الحل تبقى ثم الحل تدير غير عفسه اللجوء هذيك تفضلك تروح وصاي ما عندكش حل خلاف ما عندكش حل خلاف كاين اللي يتزوج والزواج هنايا ما يصلحش يعني 99% ما يصدقش الزواج الحل تاعها الحل تاعها انك دير لجوء تمشي بالاي دي هذيك تبروفيتي فيها 4 سنين 5 ماكسيموم 6 سنين تما هذه هي وقدها تحكم لك فهمت تخدم في السنوات هذو وتبدل ديستيناسيون ولا تبدل ستاتي دير كوميرس ولا تتزوج ولا المهم دير حل تتعلم لا لونغ تدي الجنسيه هذو هما الحلول اللي كاينين. فهمت عليك فهمت وبالنسبه لك واحد حنا نفرضوا اخويا اسال خويا العزيز نفرضوا واحد هبط في كوريا سهل عليه ربي كيما نقولوا خلوه يعدي من المطار واش لازم يدير واش لازم يدير كيما يخرج من المطار بعد انت كيما نقولوا كوريا ديك ما عندكمش بلاصه يتلموا فيها العرب ما عندكمش كيما نقولوا وين تلقى الجاليات يعني الجزائريه واش يدير يعني واحد ما يعرف حتى واحد واش لازم يدير يعني في الحاله هذه هي صعيبه عليه حنا كي دخلنا نعرفوا ناس بصح
والله ما استقبلونا، يعني نقول لك صراحة ما استقبلوناش، ما زوج علينا حتى التليفون، فهمت؟ كوريا باه تجيك سهلة، لازم يكون عندك ان جيد هو اللي يقيديك باه ما تخسرش صوارد بزاف، باسكو الدراهم كي تجيبهم تاع الجزائر 1000 دولار ولا 1500 يتم فهم تروح، باسكو ما تعرف والو، فهمت؟ لازم الجيد يزرب يخدم لك الإقامة ويكري لك السكنة اللي راح تعيش فيها وتكون قريبة للخدمة اللي راح تخدمها، سينو سينو راح تبعت تضيع الوقت وتضيع ميرميدوز، صوارك. سينو تميرميدوز. ايه ذوك الايام عيطوا لي على واحد قالوا لي ودخل من البليده ودخل جديد، وانا في هذاك النهار بعد عندي ثلاثه جبتهم من المطار بيتين معايا في الشومبرا، عيطوا لي عليه قال لك السيد عنده 4 ايام اللي يدخل، فهمت؟ قالوا لي او صار ب 500 دولار، 500 دولار هذه راه كون كرا بها 4 ايام 4 ليلات في الاوتيل وكذا، 500 دولار هذه كي يطيح في قيد ما يخليش يصرفها، يكري شهر والماكله تاع شهر وما يصرفش 500 دولار هذه اللي يصرفها السيد في 4 ايام. هذا غير المشكل، ختمها السيد كاين ما عندوش كون يوري له. يعطيك صحه، كاين حاجز كبير، احنا الحمد لله يا ربي وفقنا رب العالمين ودخلوا معنا ناس بزاف ورينا لهم ونعتنا لهم وهم خدامين، يعني ما خصهم والو في الشهر الاول، ريجل كواغطو وريجل سكوتو وخدام معايا كيما نخدم انا يخدم هو، كيما نسلك انا يسلك هو، داكور، هذو كل دخلوا جدد. قول لي يعني عفسه، نحكي لك جاوبني على نحكي لك عفسه، جاوبني على عفسه. اه جاء واحد جديد، انا عاودك سؤال بك، جاء واحد جديد اكزامبل، واش عندكم فيسبوك؟ تبع عندكم جروب تاع فيسبوك تعاونوا بعض راكم؟ اللي يجي يزيد ما يعرف حتى واحد، بازك واحد دخل ما يعرف حتى واحد، عندكم جروب تاع فيسبوك؟ واش عندكم انتم جروب هكا بين الناس اللي يتفرج منه؟ عندنا جروب تاع واتساب، فهمت؟ عندنا جروب تاع واتساب اللي كونتاكتينا فيه اللي يكون قاعد فينا بعد يتولاه، نتشاور احنا في بعضنا، فهمت؟ قال فلانة وخدام فلانة وخدام فلانة وقاعد، فهمتها؟ يتكلم واحد يقول لك انا قاعد خليني نكونتاكتي هنا نكمل معاه. الحمد نقدر لله يا نحط ربي. الجروب تاع واتساب تاعك في اليوتيوب، نقدر نحط الجروب تاع واتساب تاعك في اليوتيوب الناس اللي معليش تحب تدخل معاكم. معليش معليش جلال، حتى انا راني لقيت ناس بزاف يجيو هنا وداروا فيزات ب 20 مليون وب 25 مليون، راك معايا؟ ووفقهم رب العالمين، سلكوهم غاليين ووفقهم رب العالمين ودخلوا، بصح كي يدخلوا ما يعرف والو. وش وليت انا عندي عقلية تاع تاجر، درت مكتب اعمال في سطيف، فهمت؟ نتريتي للناس الدواسة ونجيب لهم الفيزات وندير لهم البلون المليح ونخير لهم الطيارة والمطار في الوقت المليح، 99% راهم يدخلوا، يعني ما لقيناش معاهم مشكل. اعطيهم مالك، يقول لك مالا مليل النمر، ولا اعطيه اللي نكتبه لهم زكته هنا يا اخويا، بين الناس اللي ساكنين بابري من الشرق، برج سطيف، العظمى. نطلقوه في لي كومونتير، ماشي مشكل، في لي كومونتير مبنقليوه هو الاول. خلي الناس اللي في الجزائر اللي حابه تطلع اخوتي كوريا، خاطر كوريا الناس اللي نجي نحكي مع اصحاب اليوتيوب، مش نجي نحكي مع اصحاب الانستغرام، هنا من الناس قلال وما على بالهمش يعني واش كاين واش ما كانش، نحكي مع الناس اليوتيوب. خاوتي نصيحه من عندي انا، 3 ولا 4 سنين تخدمهم في فرنسا ولا تخدمهم في اوروبا حراق، وهي كل واحد هو كيما يحب هو، تقدر تخدمهم في كوريا صح جير، هذه كل متفقين عليها بني جير، يعني خدمه مش مسخير، بس اخويا 4 ولا 5 سنين في كوريا خير من تضرب 20 سنة على ربي في الانجليز ولا في بلاصة ما مدوش فيها لك، ويا غاتو صادي تكون خدام ولا سيرونس، او ما تما دير الدراهم وتروح تروح في كوريا، دير الدراهم وتروح تروح. في كوريا تحتاج عبد خدام ويكون خدام خدام يدير سوارد 4 سنين 5، يدير بروجيات بعد ما يخرج من كوريا بار اكزومبل ما يحتاجش نقول لك يزيد يخدم، يقدر يدير مشروع زوج ثلاثة يخدموا عليه ما يزيدش يخدم طول، يروح لأوروبا ويستقر، منا من كوريا يروح لأوروبا ويستقر ويتزوج ويدير مشروع ولا زوج ويخدم بيها مستراح. كما كوريا في بلاد دراهم، احنا بلاد كومير. على بالنا، احنا يقدر يدير بزنس، ما يدير حتى زوز مشاريع في الجزائر ويخرج من الجزائر يولي عايش في يعطيك حواس. نعرف انا جماعه روحوا دوك في 2024 وكاينين اللي مروحين الايامات هذه، عقبوا 4 5 حتى ل 6 سنين هنا في كوريا، خدموا وزيروا على ارواحهم وخرجوا باصو مليحه
قدي خرجوا باصوم مليحه بالبزاف. انت قدر يعني تقدر بتقريبا، انت كما تعرف انت باللي شي يفرق تقريبا يعني، قدر الواحد يقدر يلم في راه في تجربة تاع 5 4 سنين كما خدمة في سيريا، قدر يقدر يلم يعني هكا شوف، ما كون بين يعود وما واحد بين. سيريو، كون يعود واحد سيريو وخدام اللي ما تاكل ويخدم الاوفر تايم، يخدم فوق 8 سوايع، تما 10 سوايع 12، باسكو الخدمه كاينه، فهمت؟ ويكون ما يعافش وصحته مليحه، باسكو كوريا تحتاج واحد صغير صحته مليحه، راك معايا؟ في العام كيما يخرج مره يخرج ب 500، 500 مليون يحطها اكوتي، تما هذه زايده 500 500، هذه كي يعود خدام برك، هذا ما كان ما يدير لا بزنس ما يدير تجاره ما والو، يلمها بالورقه، ورقه فوق ورقه فوق ورقه، يحاسب روحه 12 شهر عنده 500 مليون محطوطه زايده، تما مصاريفه هنايا قايم بها من ماكله وشراب وكرا وحاجه ليكس، ومصاريفه ثاني في البلاد كيما حنا رانا نبعثوا المصروف للولاد وللدار قايمين بهم الحمد لله، تلقى 500 زايده. ثم هذا اللي اللي يكون يخدم ما يخدمش 4 سنين ليامات، يحل حسبه. اللي يكون ما يخدمش ليامات تاكل ويمونكي يومين ولا ذاك في السمانه ويخدم غير 8 سوايع، اضعف الايمان يلم 300. ثم احنا نقول واحد يقدر يلم على الاقل مليار ما بين مليار حتى زملاير تجربة في 4 سنين هذه. انا نعرفهم مليار جابوه في عامين، والله انا نعرفهم، يا مليار مليار عبك وزوج مليار جملاير، عقاك اسمع، مليار وزوج جملاير جابوه في 3 سنين، باسكو دعاونا رواحهم شويه في الكوميرس، يخدموا شنو؟ شويه كوسميتيك، يخدموا شويه لا بيس تاع الطوموبيلات، فهمت؟ في الجزائر والله ما تخدم حياتك كاملة، والله ما تجيب راسهم هذه حياتك كاملة تخدم حياتك كاملة. اعطيك صح، وهبطوا البلاد وداروا مشاريع في البلاد وخرجوا لاوروبا، كاين اللي راهو في لا سويس، كاين اللي راهو في الانجليز، كاين اللي راهو في البرتغال، كاين اللي طلع نيوزيلندا، ومخدمين مسطرحين تما، عنده مدخول وزوج وثلاثة وخدام مليح والله، صافي بليزير مليح. كيما نقولوا. لا هي كوريا، شوف كوريا تحتاج واحد صغير رأيه مليح، تقدر يتحكم في لي سونتيمون تاعو وفي روحه، يخدم يلم، راك معايا، كل عام يدير مشروع في البلاد، يخبي راس مال، يخرج منها دي جي يكون مديفلوبي، باسكو كوريا تعطيك واحد لا ميثود هكذا اللي يتبع ديفلوبي خلاص، ما كيما نقول احنا شغل تولي طير حر خلاص، فهمت؟ اي فيزا دومونديها منا من كوريا تديها، تحب تدير تاع اوروبا تدي، تحب تدي تاع الامريكان منا من كوريا تدفع هنايا تدي، اللي صعيبة شوية اللي صعيبة شوية نيوزيلندا، وسميها لي استراليا استراليا شوية استراليا صعيبة بصح كاينين، ما كاينين اللي داوها يعني 50% تدي. درك اشوف درك عندي لك سؤال، اروح تفضل. كومنت شخصيا انا اسال، وش ما عجبكش في كوريا؟ شوف انا عشت 8 سنين قبل ما نجي كوريا، عشت 8 سنين في الصين، وقبل الصين عشت في تركيا، دبي، قطر، الكويت، الأردن، السعودية، فهمتها؟ أنا كوريا عجبتني بالبزاف، نقدر نقول لك ما كانش حاجة ما عجبتنيش، متأكد من الهضرة هذه. يعني ختمتيها يعني شغل كي مع حسب تجربة الغربة تاعك لقيت هذا المكان المناسب، البلاد هذه هي المناسب. درك الطوب، هذه هي درك الطوب، وأنا نعطيك في معلومات حصرية والله ما يمدوها لك هنا يا جلال. هم عايشين معايا ويخدموا كيما نخدم انا، فهمت؟ ويتشكاو يقول لك تعبنا، هي تعب بصح راك تصور تما، راك خير ربي، ماكش مريض، ماكش كذا، فهمت؟ ما تعال تعال يحلبوش في اي خدمة احنا هو تعال ما يحلبوش الخدمة توالدنا، تعال ولا في ما اي يحلبوا. بلاصة. انا نشفى لها الوقت اللي دخلت الكوريا، اتصلت ب5 جزائريين، فهمت؟ وكنت نتواصل معهم قبل ما ندخل الكوريا، والله ما يريبوندي عليك التليفون، باه يدلك برك، باه يقول لك هاو منا، والله روح منا، والله دير هذه، والله اكتيفي بهذه، والله ما يحلبك. حنا يدخلوا تونا الحمد لله في خلال 4 ايام يدفع الاي دي تاعو،
نهار الخامس كي يحب يخدم يروح يخدم، نوصيه على الممنوعات كيما نقول احنا الحوايج اللي يرد منهم البال، بصح يخدم نهار الخامس صبح خدام. انا كي دخلت 5 شهور ما خدمتش، تحوس ما على الخدمة ولا وراونيش، كيفاش صرالك انت؟ ما وراونيش فهمتها. وانا كي دخلت في ذاك الوقت هذاك وين طلقوا الشحن تاع السيارة تاع 3 سنين الجزائر، وذاك رحت طول الاسواق، دورت في الاسواق، جبت المعلومات كيف الشحن، فهمتني كيف ما شغل، رحت ديفلوبيت هاك معايا، ما كنتش مركز، خدمت كواغطي ورحت طول ديفلوبيت، خسرت دراهم، درت استشارات قانونية، مشيت للاسواق، تعلمت، شريت سيارة زوج ثلاثة، شحنتهم هاك معايا. هنا تعلم باسكو هنا كوريا الريتم تاعها كسيريلي رابيد، ما تاكلش بعقلك، لازمك تزرب، تجي تدوش لازمك تزرب، تجي تمشي لازمك تزرب، فهمت؟ تنوض الصباح رايح الخدمة تزرب، تخلص العشية ذني من الخدمة تروح تزرب، كلش اكسيريلي. ما كاش رطار. الناس اللي عايشين هنا في كوريا على بالهم بالحاجة هذه، احنا في الجزائر عندنا الوقت بزاف، عدى الوقت واحد يقول في زايد حاله، ومع واحد يقول في هنا ما حاله، واحد تعمر يقول راسك لي بوالو، هنا تعمر راسك بالخدمة بحوايج كيفاه تمشي اموراتك برك، هذا ما كان. مليحة مليحة. إذا كي نقولوا كيما راك تشوف فيها، كأنك تشوف فيها أنت كيما نقولوا بلاد انا معايا متكاملة بالنسبة جاو لي. دخلوا، جاو دخلوا فايتي ل 50 سنة، جاو دخلوا حتى ل 60 سنة، جاو دخلوا ورجلوك وغطهم وخدامين، ما نحكيلكش على اللي جان ثاني دخلوا، فهمت؟ يعني مولا 50 سنة و55 سنة و60 سنة دخل لقى روحه، تما صغير مش راح يلقى روحه برك، صغير راح يكون شامبيون. صح سي ولي صح. واش ننصح خاوتنا كبيرنا كيما نقولوا كمل الفيديو، واش ننصح خاوتنا صغير، خاوتنا اللي في البلاد، واش نقول لهم يعني التجربة تاعك ننصح الدول لي اللي عشتي جان، فيها ننصح لي جان، ننصح لي جان اللي مقدمين على الزواج، فهمت؟ ومترددين ما يتزوج، وإذا كان تزوج يدير فيزا ليه ولمرته ويطلع لكوريا، باسكو هنا بلاد مديفلوبيا، الخدمة فيها سهلة، استدير باه توصل للخدمة سهلة، وباه تخدم سهلة، هذيك تولي تاع الصحة وتاع البروغرام تاع الإنسان، هذيك أنا قلت لك عليها، فهمت؟ ثم 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 راح تلقى بلاصة، ثم ثم راح تندمج، ثم ثم رايح تريقلك وقتك، ما كانش حاجة إشكالية اللي يعني اللي تحبس، كلش أونلاين. التليفون هنا تفري كلش، ما تشقاش وما تديبلاسيش يعني طول، يجي الكوريا اللغة. يخدم عام زوج ثلاثة أربعة، مادام عنده الاي دي، مادام عنده الكارطا يبدل البيرمي تاعو، يسوق سيارة هنا يشريها، فهمتها؟ يدير مشروع زوج في البلاد، وبعد يولي يدير فيزا زوج يخرج بهم، ما تجي تخلص له الاي دي ديك 4 سنين 5 6، يكون هو لم مكتوب مليح، كل ساعة يخمم مع روحه اسكو يبدل سيتياسيون ويقعد هنا في كوريا، والله كاين اليابان، اليابان ثاني راهي في 2024 هذه في من جوا ورواح، راهي طقت دي بروسيدير حاجه اللي احنا مديكلونشين فيها، احنا ماناش فاهمين فيها، لقاو باللي نسبه الشيخوخه عندهم طلعت بزاف، وحلوا انواع جديده تاع الفيزا وانا نخدموا فيهم للناس، وشني اليابان بالنسبه لكوريا صعيبه، الحاجة الأولى 8 شهور الأولى ما تقدرش تخدم في اليابان، حتى انت ريقلك وقتك ما تقدرش تخدم في النوار، تجي تحوس على خدمة في اليابان وذاك تصح لك فيها الانترفيو فيها كذا، فهمتني كيف؟ ماهيش كيما كوريا، كوريا تعود عاد خدام، تلبس قشك تروح صباح تخدم، تخرج صباح الستة من الدار تروح تخدم، ما كانش تعمل ما تخدمش. وكاينين الناس يقول لك هاي طلقت كوريا وعات ماشي مليحة، صح نقصت وكاينه بيريود تنقص، بصح على العموم على العموم على العموم كي تنقص الخدمة تلقى روحك انت هنا عايش، ومصروفك في الجزائر تبعثه كل شهر عايشين، وتفضل مينيموم مينيموم تفضل 30 مليون، 30 مليون يعني جلال خويا، راهي شهرية تاع وزير في الجزائر، كاينة لك كاينة. ها باه تكون انت عايش في الغربة والعائلة العائلة تاعك في الجزائر، والديك والله والله اولادك والله عايشين في الجزائر، وتفضل مبلغ تاع 30 مليون زايد،
راهي غير اللي ما قنعش، غير اللي ما قنعش هذيك حاجه واحده اخرى. كاينه والمعلومات هذه راه ما يمدوهاش يا جلال وما يحلبوش تاوعنا احنا، ما يهضروش. احنا كي دخلنا الكوريا لقينا ناس سابقينا بخمس سنين وبست سنين ومزوجين بكوريات ومدين الاف تو هذه وما يعرفوش في الاجراءات، ورينا لهم كيف الاجراءات بورتون سبقونا للبلاد هذه، ورينا لهم الاجراءات وخدموا دي ريجستر وهم يبعثوا في السلعه منا ومنا باسكو داروا دراهم في الوقت هذا، لموا خدموا فهمت، وهم يبعثوا في لي كونتينر وجامي جا في بالهم المشروع هذا. علاه؟ باسكو نهار دخل الكوريا دخل ضعيف وقعد غير يخدم 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 وما ديفلوبيش روحه، كاين هاجس تاع اللغه فهمت. وين دخلنا حنايا عرفت انايا جي 20 شخص متزوج بكوريا وريت له الاجراءات دوك كلهم يبعثوا سلعه امبور اكسبور يخدموا تحلوا لهم بيبان ورينا لهم. لا تحسيك هذه باك تحسيك هذا السؤال هذا برك ونختموا هذه باه نديروا ديك لايف خلاف، حاب نكمل لايف بعد نديروا على اليوتيوب من بعد نديروا لايف خفيف نطلع مع خاوتنا هنا في الانستغرام، عندي مده ما درتش لايف. سؤال اخر كان بابور يمشي من كوريا الجنوبية يمشي ذاك البلاد ولا كيف الحكاية تاعها هذه؟ حبيت نفهم انك فيه هبطوا من البلاد من كوريا للبلاد، واش كان بابور تماك ديماري من تماك يهبط ذاك البلاد ولا كيف؟ الشحن هنا راح يكون 95% عن طريق الصين. هنا كي دومونديو الكونتينر من الشركة تاع الشحن فهمتها، نعطيوها ديستيناسيون قال مثلا ميناء انشون هنا الكبير فهمت، والله ميناء بوسان للميناء مثلا تاع الجزائر العاصمه والله تاع جنجن جيجل والله تاع سكيكدا فهمتها. هما يزود هما شركه تاع الشحن تعطيك لالين جينيرالمون كيف راح تكون، راح تكون عن طريق الصين. تم السلعه من كوريا للبابور يطلع على الصين باسكو الصين هي اللي في التصدير اكثر من كوريا فهمت، ومن ثم يعاود يتحول وعنده اري زوج ولا ترانسفير ولا زوج في الطريق حتى توصل للجزائر. والبروسيس الطوموبيلات كونتينر باي تبعت من كوريا للبلاد يطول بزاف يحكم بزاف وقت. شوف انا كي دخلت جديد بعثت سيارات قعدوا لي 40 يوم، درك في الوقت الحالي راهم قعدوا لهم 90 يوم ومازلت ما لحقتش البضاعه تاعهم. درك على حساب لالين اللي تحكمها وعلى حساب شركه الشحن وعلى حساب البيريود نتاعها وعلى حساب ذوك زاد صارت المشاكل اللي في اليمن عاد الطريق شوي طويله فهمت. ثم هذه اهل الاختصاص اللي يعرفوها، لازمك تخير الطريق المليحه واللي ما فيهاش الوقت بزاف وتسلك عليها زياده. فهمت عليك شوف انا بكري كنا نخدموا من الصين للجزائر، سامحني انا بكري كنا نخدموا السلعه من الصين للجزائر 8 سنين وانا نبعث في السلعه لي كونتينر. تحكم لنا في الصيف 30 يوم في الشتاء 35 يوم ديسمبر جانفي فيفري تحكم لنا في البريود هذه 35 يوم، الباقي العام تحكم لنا 30 يوم من الميناء للميناء. درك في الوقت الحالي من الصين للجزائر راهي تحكم 40 يوم. فهمت عليك. شوف خويا العزيز خاوتي هنا نكملوا كيما نقولوا مع قصه اخونا اصيل، به كيما نقولوا نكونوا كيما نقولوا اللي حاب كيما نقولوا يستفاد ويركز مع الفيديو يقدر يعاود الفيديو يقدر يتفرج الحلقه الاولى، وكان بزاف قصص كوري درناها من قبل. بارك الله في خويا اصيل، حاب نكمل لايف هذا لونجستريه ونديروا لايف انا وياك في الظرف نطلعوا معنا خواتنا اللي حابين يتناقشوا بالك، شو حاب يسال هكا بالك عنده اسئله ما سالتهم لكش انا بالك هكا نقصروا ومن بعد كل واحد يديرو على روحه. اوكي الله يحفظك يا واصل بارك الله فيك.